السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حلقة جديدة من Elastic 5. في هذه الحلقة راح نحكي عن موضوع يتكرر دائما، وهو يمكن من المواضيع المهمة والتي يعني ما أخذت حقها صراحة، اللي هو الآلياس. الآلياس هو عبارة عن أوبجكت ممكن نسوي له كرييت أون توب أوف إندكس أو أكثر من إندكس. الآلياس مهم لأنه صار مستخدم في كثير من الأماكن، منها في الاندكسز طبعا، وطبعا في الاندكسز بشكل عام، ولكن مثلا ميزت ستريمز اللي نزلتها الاستيك سابقا من وقت قريب، يعني يستخدم فيها الالياس بشكل قوي. طبعا معظم الفيتشرز اللي فيها اللوجينج واللي فيها خلينا نقول المونيتورينج تولز، مثل مثلا الاستيك، مثل فايل بيت، مثل ماتريكس بيت الى اخره، هذول كلهم بيستخدموا الياس. فليش بدنا نفهم الياس بالضبط وليش هو مهم؟ رح نحكي طبعا بشكل عملي، ما رح نحكي اشياء نظريه. رح نبدا بانشاء اندكسز، واثناء التمارين هاي رح نحكي شوي عن ايش هو الالياس. طيب نحن الان طبعا شغالين على الاستيك 7.10، اللي هو تقريبا اخر اصدار الى تاريخه. رح نروح على الديف تولز، رح نتاكد انه كل الاندكسز اللي موجوده عندنا محذوفه. طيب راح ننشئ مجموعة اندكسز. طبعا الاندكسز اللي راح ننشئها هي عبارة عن سامبلز، كلياتها تبدأ بلوج داش سيستم 1، وفيها تو فيلدز اكشن وريسبونس. طبعا السامبل هون بيمثل لو انا استخدمت اندكس واحد لكل سيستم عشان اسوي لوج للاكشنز اللي بتصير على هاي السيستمز، كيف فيني اسوي سيرش في هاي اللوجز بدون ما اضطر استخدم اسماء الاندكسز كلياتها اثناء السيرش. يعني افترض انا عندي 15 سيستم، وكل سيستم له اندكس واحد عشان اسوي فيه لوج. هل انا لازم اسوي سيرش؟ لما اسوي سيرش اكتب مثلا لوج سيستم 1 ولوج سيستم 2 ولوج سيستم 3 الى اخره. طيب ماذا لو بعض الناس في اللي سبورت عندهم اكسس على سيستم 1 وسيستم 2 ما عندهم اكسس على بقية الانظمة؟ ايش بسوي في هاي الحالة؟ طبعا راح نستخدم الالياس عشان نحل هاي الاسئلة. الامس الـ 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 الاشياء اللي راح ننشئها هون هي اشياء بسيطة. لو تلاحظوا الكود لوك سيستم 1 فيه اكشن وفيه ريسبونس، كرييت سيتي كريت الى اخره. هي اشياء يعني خلينا نقول الداتا هون داتا ما هي حقيقية، قد تكون في الواقع يعني فيها فيلدز اكثر. طيب الان سيلكت اول كرييت، هيك نحن بنكون انشانا كل الاندكسز مع الداتا تبعها. طيب الان ايش هو الالياس؟ نحن قلنا الالياس هو شيء يبنى فوق الاندكس. عمليا تخيل الالياس مثل فيو في الاس كيو ال مانجمنت، مثل الريليشنال داتا بيس مانجمنت. الفيو اللي مثلا بنبنيه في اوراكل او اس كيو ال هو عباره عن اوبجكت يغطي الاوبجكت الاصلي، يغطي اكثر من تيبل، او يغطي في حالتنا يغطي اكثر من اندكس. فالالياس هو عباره عن اوبجكت، فيرتشوال اوبجكت يغطي يمنعنا الوصول المباشر للاندكسز. فنحن لو جينا ننشئ الياس، هي الياس، لاحظوا ايش بنعطيه. بنقول له طبعا هي الاي بي اي اللي بتنشئ الالياس، بنقول له الاكشن اد الاندكس. طبعا هون الاندكس فينا نسوي اكثر من طريقه، يا اما احدد اندكس واحد، او نحدد باترن، او نحدد اري اوف اندكسز. الان هنا في هذا المثال راح نحدد باترن. لذلك انا في مرات سابقه اوصينا انه يكون اسماء الاندكسز يكون تتبع كونفنشن معين، تتبع باترنز معين، بحيث يصير علي من السهل استخدام الفيتشرز اللي موجوده في الاستيك سيرش، ومنها الالياس. لاحظوا انا عم بقول له سوي لي الياس اسمه لوك سيستم. هذا الالياس يغطي كل الاندكسز اللي تبدا اسمها بلوك داش سيستم. اي اندكس يبدا بلوك داش سيستم راح يكون اندر هذا الالياس. طبعا هذا الالياس هو ابسط شكل للالياس. لو سوينا له كرييت طبعا راح يقول لنا ترو. الان لو جينا نسوي سيرش، لاحظوا هذا الالياس نيم، ما هو اسم اندكس. لو قلنا له رن راح جاب لي داتا من كل الاندكسز اللي عندي، من لوك سيستم 1، من لوك سيستم 2، من لوك سيستم 3 الى اخره. لاحظوا بعمليه واحده حسيت ابحث في كل الاندكسز الموجودة عندي في السيستم. طبعا هون بدون فلتر، لو جينا نحن نحدد
خلينا نقول شروط معينة للبحث. لو جينا قلنا هون بدنا نبحث في الالياس ولكن بدي فقط الريسبونس اللي 401، فنجي هون بيطلع لي فقط دوكيمنت واحد يلي هو كرييت سيتي وفيه 401 وموجود في لوك سيستم 1. جميل هذا الكلام. لاحظوا بكل بساطة قدرنا نبحث في كل الاندكسز عن طريق ايش؟ الياس. طب خلينا ناخذ المثال الثاني يلي هو نحن بدنا ننشئ الياس، فقط يغطي تو اندكسز، لوك سيستم 1 ولوك سيستم 2. في هاي الحالة بنستخدم البارامتر اللي اسمه indices اللي هو بياخذ array of index names. طبعا اعطيه اسم الالياس هو لوك سيستم 1 2. طبعا الاسم انت بتختاره بالطريقه اللي انت بدك اياها، اسم الالياس. طيب كرييت، هاي سوينا اندكس او الياس سوري. لو جينا بحثنا في هذا الالياس راح نلاحظ انه هذا الالياس فقط بيبحث وين؟ في لوك سيستم 1 ولوك سيستم 2 حصرا، وهي ميزه صراحه جدا مهمه. طب هلا ممكن واحد يقول انا يعني كيف ممكن اعطي سكيورتي على هذا على هذا الالياس بحيث امنع كل اليوزر يستخدموا هذا الالياس؟ راح نشوفها الان قريبا. طيب الان في هذا الالياس الجديد راح اسوي الياس اسمه لوج سيستم ريسبونس 200. بدنا الياس يبحث في كل الاندكسز في كل اللوجز لكن ما يطلع لي الا الدوكيومنتس اللي الريسبونس تبعها 200 اللي هو سكسس. فنحن بنيجي نقول له كرييت. طبعا هذا يسمى فلترد الياس، هذا يسمى فلترد الياس. لاحظوا من خلال هي الميزه انا ممكن ابني مجموعه الياسز. الياس 1 يطلع لي داتا من كل الانتكسز ضمن شروط معينه، يعني يطلع لي كل الداتا اللي هي ايش؟ اللي الريسبونس تبعها 200. انا ممكن اطلع كل اسوي الياس ثاني كل الريسبونس تبعه 500. هلا ممكن واحد يقول ليش لسوي اكثر من الياس؟ ما انا ممكن ابحث جوات الالياس. طبعا هذا بيعطيك سهوله في خلينا نقول في الديباجينج، وبيعطيك سهوله في السيرش، ويعني وبتعطي اليوزر اللي عم بيكونسيوم الالاستيك سيرش بروفايدر سيرفيس تبعيتك سهوله في خلينا نقول في الاستخدام. فالان لو جينا نحن بحثنا في هذا الالياس سوينا له كرييت، ما بيجيب لنا غير الايش؟ الريسبونس 200. علما ان احنا عندنا 500 وعندنا 401 وعندنا 404 الى اخره. فهذا بيسهل علينا ايش؟ استخدام الالياس. طيب الان نحن انشانا الياس وقلنا له للديفلوبرز استخدم هذا الالياس عشان تجيب هي الريزولت. طيب كيف ممكن نحن نمنع يوزرز معينين انه من استخدام الالياس اللي هو ما مصرح له؟ بكل بساطه نحن بنروح هون على ستاك مانجمنت على الرولز وبنبحث عن رول اسمها سيستم. سوينا رول نحن سوينا رول اسمها سيستم ريسبونس 200. قلنا له هذا الرول عطي بيرميشن على الالياس اللي اسمه لوك داش سيستم داش ريس داش 200 والبريفليج فقط ريد فقط ريد. لاحظوا فقط ريد. طيب جينا لو نحن دخلنا وسوينا بعدها يوزر، سوينا يوزر اسمه الاستيك 5 اسايند له الرول اللي اسمه سيستم رول ريسبونس 200. لو جينا هون سجلنا دخول على البراوزر الثاني ورحنا على ديف تولز وقلنا له سيرش، تمام، راح يجيب لنا ايش؟ راح يكون قادر على انه يبحث في اللوك سيستم ريسبونس 200. طب نحن سوينا الياس اسمه لوك سيستم، لو سوينا فيه سيرش راح يقول لنا سكيورتي اكسبشن، عم يقول لنا اليوزر اسمه الاستيك 5 از ان اوثورايزد، يعني ما بيقدر يقرا من هذا الاندكس، وهي صراحه ميزه جدا مهمه. لاحظوا نحن ما اعطينا اليوزر بيرميشن على الاندكس، اعطيناه بيرميشن على الى ايش؟ الالياس. لو جينا نحن بحثنا في الاندكس نفسه ما بيقدر يشوفه، مع انه هو عنده بيرميشن يبحث فيه عن طريق الالياس، بس هو ما عنده بيرميشن يبحث دايركت، ما بيقدر يبحث دايركت في الاندكس، وهي صراحه من الميزات اللي جدا مهمه. فلذلك يعني دائما ننصح واحد من البيست براكتسز انه لا تستخدم الاندكس مباشره من السيستم تبعك. دائما اعطيه للديفلوبر الياس نيم لا عشان يتعامل مع الاندكسز. طبعا واحده من الميزات اللي انا بستفيدها لو انا اعطيت الديفلوبر يستخدم الياس
طبعا بغض النظر عن البير مشين، بغض النظر انه هو بيسوي اجريجيشن لداتا موجوده في اكثر من اندكس، وحده من الميزات اللي بتهمنا لو انا غيرت اسم الاندكس، الديفلوبر ما في داعي يغير اسم الاندكس عنده في السيستم، وبالتالي ما في داعي تروح ترفع بيلد جديد. فانا بروح بغير اسم الاندكس والالياس بيأشر على اندكس جديد، وبالتالي اللي بيصير انه السيستم بيضل شغال ولكن الالياس صار يأشر على ايش؟ اندكس جديد. ارجو انه تكون هاي يعني المعلومات مفيدة، ولنا لقاء في حلقات قادمة. والسلام عليكم.